فيديو النهاردة هنجرب أشهر نوع حلويات منتشر حاليا واسمه كريب دبي، وبصراحة ناس كتير قوي طلبت مني نجربه واشرح لهم طريقته عاملة ازاي، وزي ما انتم شايفين كده باين على شكله حاجة في منتهى الجمال، علشان كده كنت متحمس ان اجربه واشوف طعمه عامل ازاي. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول خطوة هنقول بسم الله وهنبدأ نجهز عجينة الكريب، وهنحتاج كوباية دقيق، وفي طبق تاني هنحتاج بيضتين، وهنضيف عليهم كوباية حليب، نص كوباية مية، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة فانيليا، معلقتين كبار زبدة أو سمنة سايحة، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنضيف الخليط على كوباية الدقيق اللي كنا سايبينها على جنب وهنقلب كويس. وبعد التقليب كده عجينة الكريب أصبحت جاهزة، وعلى نار متوسطة هنسخن الطاسة، وبعد ما الطاسة تسخن هندهنها سمنة أو زيت، وهنضيف حوالي تلت كوباية من الخليط وهنوزعه كويس بالطريقة دي. وبعد ما يعمل فقاعات بالشكل ده هنسلكه كده من الجناب ونقلبه على الجنب التاني. وبعد مرور حوالي 20 ثانية هنرفعه من الطاسة، وكده الكريب أصبح جاهز. وبعد ما جهزنا الكريب هنبدأ دلوقتي نجهز الحشو. وبالنسبة للحشو هنحتاج كنافة مجمدة، ونبدأ نقطعها قطع صغيرة. وبعد ما نقطع الكنافة هنبدأ نحمرها على النار مع قطعة سمنة أو زبدة، وهنستمر في التقليب على النار لحد ما تتحمر معانا. وبعد ما نحمر الكنافة بالشكل ده هنرفعها من على النار، هنضيف عليها زبدة البستاشيو أو الفستق، وهنقلب كويس. وبعد التقليب كده الحشو أصبح جاهز، وكل اللي هنعمله ببساطة هنجيب طبقة من الكريب وهنضيف شوية من الحشو، وهنبدأ نقفل الكريب بالشكل ده، وهنبدأ نحطه في أي طبق تقديم. وبعد ما طبقنا الكريب هنبدأ نقطعه بالشكل ده. وبالنسبة للتزيين هنضيف عليه أي نوع شوكولاتة سبريد، وممكن نضيف وايت شوكليت. وكده كريب دبي أصبح جاهز على الأكل، وبصوا بسم الله ما شاء الله شكله عامل إزاي، شكله بصراحة في منتهى الجمال. وكده بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدأ تاكل. بسم الله. انا عايز اقول لكم بصراحه كده ومن غير مبالغه، الطعم في منتهى الجمال. هي اي نعم طعمها تقيل شويه، بس بصراحه الطعم ما يتقاومش. يعني من الاخر لو جربت الوصفه دي اكيد ان شاء الله تعجبكم. وبس كده بكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.